السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نتكلم عن أكبر قناة عربية واللي هي قناة شفا، لأنها خربت عقول الأطفال. مع أن قناة شفا فيها أكثر من 27 مليون مشترك، بس أنا متأكدة في ناس كتير ما بيعرفوها، والقناة مليانة مقاطع 90% منها مقلد عن قنوات أجنبية. ويمكن الآن يجي واحد يقولنا ليش بتتكلمي عن قناة شفا، هذه بنت صغيرة وحرام عليك تتكلمي عنها. وهذه النقطة لازم أوضحها منيح. أنا لما بتكلم عن قناة شفا بتكلم عن محتواها، عن القناة نفسها، مش عن الطفلة، لأنها في النهاية طفلة ما بتعرف إشي وغير مدركة للتصرفات اللي بتسويها. فريق قناة شفا هم المسؤولين عن هاي المقاطع، واللي هم أهلها وبالذات إمها. خلونا نشوف مقاطعها ونقيمها ونشوف كيف مستواها ولوين شفا رح تودينا. شفا نزلت مقطع جديد اسمه شفا والشعر الطويل. قال إيش شفا تحممت، وبعد ما تحممت تحول شعرها، وفجأة استغربت من لون شعرها اللي تحول أصفر. وبعد ساعة وهي بتتفرج على شعرها فجأة صرخت وإجت إمها. بابا شو اللي تخافي؟ وهنا بتبدأ إمها بتعطيها الحلول السحرية. شو سوي؟ وأول حل إنها بتشد شعرها. شكرا يا ام شفا، اولادنا ما رح يقصروا في شعور بعض، رح يشدوا شعر بعض. وهنا كانه بتشد في ديل حصان مش شعر بنت. ايش في يا ام شفا؟ لا، وشفا بتقول كمان لامها اقوى، مصرة تشيل هالشعر. ماما اقوى. الفكرة الثانية فكرة خرافية، ام شفا جابت مقص. وبرضه بدنا نحيي ام شفا على هالفكرة الخطيرة. ومن هلأ بنقولها إنك المسؤولة عن كل طفل بقص شعره بالمقص. الفكرة الثالثة ما زبط شد الشعر بالإيد، راحت تشده بالسيارة. وبعد فشل كل هالمحاولات استخدمت المنشف السحري. يا سبحان الله، وهيك رجع شعرها زي ما كان. شفا جبت المنشف السحري. طيب من الأول، يعني لازم بيستخدم المقصات وشد الشعر؟ هذا على أساس إنه الأطفال اقتنعوا إنه المنشف السحري رجع شعرها. واو شعري ياه! وفي نفس الفيديو شفا بدها من أصدقائها يلعبوا معها. تعلمي معي كرة. وما رضيوا. لا، روحي. ففكرت بفكرة إنه تاخد موبايلاتهم منهم. والمصيبة قال لما إجت تخبيهم راحت تدفنهم بالأرض. صراحة أحييكي أم شفا لأنك جبتي العيد بهاي الفكرة. هيك أطفالنا لما بياخدوا تليفوناتنا راح يدفنوها بالأرض زي ما عملت شفا. أنا نفسي أفهم كيف أم شفا بتفكر. يا أم شفا والله ما إحنا كرهانين تجيب فلوس، بس أنت خسرانة وتعبانة على الفيديو. اعمل إشي هادف، وإذا ما بدك تعمل إشي هادف ما تقلدي محتوى الأطفال الأجنبي، لأنه مش كل إشي بيناسب أطفالنا. الغرب إلهم حياة وإحنا عنا حياة مختلفة تماما. طبعا شفا نزلت مقطع قبل فترة وكاتبة في العنوان بابا راح المدرسة. أنا أول ما قريت العنوان استغربت، كيف بابا راح المدرسة؟ وصراحة العنوان يا جماعة جذبني كتير، وخليني أضغط على الفيديو حتى أشوفه. بس خلونا نفتح المقطع مع بعض ونشوفه. بابا أول شي سيبوكم إنه شفا قاعدة بتقوم البابا عشان يروح المدرسة. أنا مش عارفة كيف، بس السؤال اللي إجا في راسي، أنتوا هلقيت متأكدين إنه هذا بابا؟ يا أخي شكله بقول إنه أصغر من إنه يكون بابا. أنا مش عارفة، خلونا نكمل، إحنا لسه في البداية. يلا مشت شعرك. لحظة، شو يلا قوم؟ بس دقيقة خلينا نفهم. هلقيت شفا بتمشط بشعر البابا، شافت انه شعره ما بتحرك مع المشط، راحت بزقت على شعره. شو استفدنا احنا هلأ؟ وشفا ما غيرت اصلا اشي في شعره، هو الشي الوحيد اللي تغير عقلية الاطفال اللي شافوا المقطع هذا. اغلب اللي بيتابعوا شفا اطفال اعمارهم من 2 لـ5 سنوات، وممكن لو طارت يتابعوها اللي بعمر 10 سنين. والمشكلة الاطفال بيقلدوا اي شي بشوفوه، ما عندهم مشاكل. وهلقيت شفا بزقت على شعر ابوها عشان يتمشط بطريقة احسن. بعدين لو شفت اخوك او اختك الصغيرة بزقت على شعر ابوك وهو نايم ما تستغرب ابدا، لانه اتوقع انك عرفت السبب. كيف الكورة المنفوخة هوا كسرت الحيطة؟ اللي بعمر 5 سنين ما رح يصدق. بس سيبوكم من هاي اللقطة، بدي اياكم تشوفوا اللقطة هذه.
انا مش عارفه اللي بيطلعوا بقناه شفا ما عندهم لسان يتكلموا زي باقي البشر، ولا مش عارفه يمكن في حدا مهدده بسلاح ورا الكاميرا لانه قاعد بقول هم لانه هي الحركات مش طبيعيه. والله يا بابا صراحة يا جماعة شفا بتربي أطفالنا على البلادة والفراغ والجهل واللامبالاة والكذب والانحراف وقلة الأدب وعدم الاحترام. الأطفال طبعا بتأثروا من هاي المقاطع وهي القناة، وإحنا شفنا أطفال انتحروا بسبب تقليدهم للي شافوه. وهذا المقطع الثالث معنا اليوم. شفا راحت على دكتور الأسنان. لا ما صراحة من أنا وصغيرة وأنا بكره دكاترة الأسنان وبخاف منهم، وبصراحة أكتر شفا كرهتني فيهم أكتر، خاصة بعد المقطع اللي نشرته باسم شفا خلعت سنين في نفس اليوم مؤثر. وأنا بحب أتأثر وفتحت المقطع. شوفوا بالله عليكم هذا منظر تورجينا أيام شفا. انتم متخيلين انه هذا المنظر شافوه الاطفال؟ برايكم معقول الاطفال راح يحبوا طبيب الاسنان بعد ما شافوا شفا وهي بتبكي وبتصرخ؟ وشوفوا هنا كمان لما مسكوا شفا وربطوها بايديهم عشان يعطوها ابره التخدير. انا حاسه انه ام شفا بتدور على الاخطاء والاذيه وبتنشرها بالمقاطع. كيف طفله لسه توي طلعت من طبيب الاسنان بتروح بتشتري ايس كريم وبتاكله؟ اساسا الطبيب بيوصي دائما ما ناكل شيء سخن او بارد لبعد وقت طويل من الخلع بكون في الالم راح. والمعروف عن شفا انه عمرها 9 سنوات وبتدرس بالصف الرابع الابتدائي، وانولدت بتاريخ 19/12/2011 ميلادي في دولة الامارات بس اصولها من الكويت، يعني امها وابوها اصلهم كويتي. وشفا بتسكن مع عيلتها في امارة دبي وهي اصغر فرد في العيلة، وعندها اختين اروى وشيخة. اروى بتكون اختها الكبيرة والشيخة ترتيبها الثاني في العيلة. اروى والشيخة مع امهم بحطوا افكار القناة وبصوروا شفا وبنزلوا المقاطع على القناة. وبخصوص المحتوى فمثل ما شفت المحتوى سيء ما بيناسب الأطفال، هذا غير إنها نشرت مقاطع عملت ضجة كبيرة زي فيديو شفا قررت تتزوج. وسابقا كنا بنفكر إنه شفا بس عندها قناة واحدة باسم شفا، لكن اتضح لنا إنه عندها سلسلة قنوات بعدة لغات منها القناة الثانية شفتو واللي هي تاني أكبر قناة عربية على اليوتيوب، وكمان قناة شفا جيمينج وقناة شفا الهندية والقناة الكورية الأولى وقناة شفا الكورية وقناة شفا البرتغالية وقناة شفا الأندونيسية وشفا الإسبانية وقناة شفا الفرنسية. وفي نهاية المقطع بنتمنى يكون عجبكم، وديروا بالكم على أطفالكم وألقاكم في الفيديو القادم.